مشاهدي ومتتبعي موقع أخبارنا، مرحبا بكم اليوم في إطار مواكبة فيروس كورونا المستجد. اليوم نستضيف الدكتور نور الدين أيد جوزجيت، أخصائي في طب الإدمان والطب الرياضي، واللي من خلاله سيقدم لنا مجموعة من نصائح للمواطنين والمواطنات لأجل الوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية اللي خصهم يتخذوها المواطنين، وحتى المجموعة من شنا مجموعة من الناس كي يستعملوا ليغون سميتو لي بافيت، مجموعة من الأشياء. في هذا الحوار غادي نسولو دكتور على مجموعة هذه الأشياء هذه اللي كيستعملوا الناس، أو مجموعة من الناس أو الأفكار اللي هي يعني خاطئة عند المواطنين والمواطنات، وبقوا معنا من خلال هذا الحوار. مرحبا بك دكتور في أخبارنا، كنشكرك على الاستضافة ديالك لينا. دكتور، أول سؤال هو شنو الفرق بين كنسمعوا كوفيد 19 وفيروس كورونا؟ شنو الفرق بين شنو واش ورث المرض ولا نفس الوباء فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر موقع أخبارنا على إتاحتي هذه الفرصة باش نتكلم. وقد يتساءل سائل يقول لك راه الناس كتار وأطباء كتار تكلموا، هذا كنقول من هذا المنظر بأنه لا يكفي، خصنا كلنا نتجندوا، لأن هذه جائحة أصابت العالم كامل، دول متقدمة أكثر منا، وكانت حالات الوفيات كثيرة، وشفتوا المثال ديال إيطاليا واضح وباين، يعني ما خصناش نستهنوا بهذا المرض هذا، وفي نفس الوقت ما خصناش نهولوا لا للتهويل ولا للتهوين، فبجوج ما نكونوا بين ذلك. المسألة ديال كوفيد 19 هو المرض، هو لو سيندروم، هو المرض ديال الإصابة بالفيروس. الفيروس سميتو كورونا فيروس من نوع جوج، هما واحد العائلة ديال الفيروسات فيها شي 7 ولا أكثر. كان سارس الآن راه معروف، كان دار واحد في واحد الأعوام دار حالات إصابة، وجا من وراه ميرس اللي كان في الخليج السعودية ودول الخليج، وهذا هو الثالث. أنا اللي بغيت نشير ليه هو ونأكد عليه هو واحد النقطة مهمة، هي أنه هذه القضية ديال الفيروس واش مصنع ولا غير مصنع ولا هذا، زعما احنا عرفنا شنو غادي يزيدنا، فبالتالي اللي كيهمنا حنايا هو الوقاية، حنا ما كيهمناش. ان كان من بعد غادي تطور الامور وغادي نشوف ابحاث اللي غادي تجاوبنا على هذه الاسئلة، ولكن هذه الاسئلة في المرحلة الحالية ليست بالمستعجلة وليست بالضرورية، لا في الأوساط العامة الناس وحتى في واحد بعض الأوساط، خليوا داك الشيء للاختصاصيين، كنظن هكا يكون أفضل. إذا هذا الفرق ما بين، غير باش نفرقوا بين شنو هو كوفيد اللي هو المرض كوفيد 19 والفيروس اللي هو كورونا فيروس ولا سارس كوف 2 نوع 2. نجوز الدكتور الاجراءات يعني الوقائيه. احنا اليوم في المغرب دخلنا لواحد المرحله اللي سمتها وزاره الصحه مرحله ثانيه، يعني بعد المرحله الاولى، شنو الاجراءات الاكثر احترازا للمواطنين والمواطنات، خصوصا اللي كيتواجدوا خارج المنزل على وجه الخصوص؟ فيما يخص هذا الحجر الصحي، هو واحد الاجراء اللي اتخذته بجرأة الدولة يعني في محاربة هذه الجائحة. عاوتاني باش ما ندخلوش حنا دابا الان ما نتناقشوش واش داكشي معطل ولا ماشي معطل، وهذا حنا ما هذا الشيء ما كيهمناش دابا، كيهمنا هو نتجنبوا كلنا سميتو الجانب الطبي والصحي والأمني وعامة الناس، وكل من المنبر ديالو كيفاش كتقوم تما، تحية خاصة للصحافة اللي هي كتنشر الوعي وكذا. بين قوسين هنا غادي نرجع لواحد النقطة مهمة اللي هي الأخبار المزيفة التي تبعث على التخوف وعلى على الهلع وسط الناس. الناس كتلف كتدوخ، ما كتعرفش شنو دير شنو كذا. نرجع للمسألة ديال نسد القوس، ونرجع للمسألة ديال كيفاش نديروا احتراز. يعني كنظن
دابا بهذه الوسائل التواصل المتنوعه نشر المعلومه كل شيء كيعرف بانه خصنا اولا نغسلوا يدينا يوميا بكثره في مشكينا في راسنا نغسلوا يدينا. وهذا هذا من محض الدين ديالنا خصنا نغسلوا خصنا نتوضا خصنا هذا باش اي حاجه مسيناها ما ندخلوهاش لا لفمنا ولا العين ديالنا ولا الانف ديالنا. ثانيا الا ما تميتوا بالماء والصابون بطبيعه الحال هو افضل يعني بالصابون كيكون افضل الى توفر عندنا هذا المحلولات الكحوليه اللي جيل ادرو الكوليك هادو حتى هما كينفعوا في بعض الاحيان ولكن واحد الشريحه منها الناس ديال الصحه. النقطه اللي مهمه اللي ناكدوا عليها هو القفازات او ليغون. قفازات وليغون مصنوعين من واحد الماده اللي هي اللاتكس، واللاتكس من مواد طبيعيه اللي كتقدر تعشش فيها وتبقى فيها عايشه ديك الفيروسات واحد المده طويله بزاف، بخلاف اليدين لان اليدين طبيعيا عندهم وسائل ديال الحمايه الخارجيه وخلاص عندنا المناعه الداخليه. كنهضروا على الفيروس كيفاش والنوعيه ديال اللاتكس بحالو بحال الكاوتشو بحال الاسفلت يعني الزفت ديال الطريق وكذا من المواد اللي كتقدر تستوعب بكثره الفيروسات وفي نفس الوقت عندها واحد الخاصيه انها بحال كطبع بحال الطابع. يعني انت كتهز الفيروس كتمس حاجه اخرى بحال اللي كطبع كتنقل بسرعه ماشي بحال واحد بعض المواد اخرين اللي يقدر يبقى فوق مثلا الزجاج ولا هذا ولكن كيبقى نسبه الانتقال كتكون قل من هاد الماده اللي هي اللاتكس. كنظن بانه مادام ما كنخدموش مع مرضى مثلا الناس اللي عندهم احتكاك مباشر بالمرضى اللي عندهم هذا الفيروس هذا واللي خصهم يديروا القفازات او من غير كاع هذا المرض هذا امراض اخرى ولا في عيادات طب الاسنان ولا اي حاجه، فبالتالي ما كاينلاش نبقاو نهولوا الامر وعندنا وكيبقى كيولي عندنا واحد الانطباع خاطئ باننا راه حنا كنحميو روسنا يعني فما نديوهاش في زعما حيت كاين واحد الدكتور انقطعك اسمح لي كنشوف الناس صايقين بالبليكون بزاف ما عرفناش شكون عطاو هذه النصيحه شكون هو كيبقى حالات فرديه شي حاجه بحال هكا قليله وكذا. كاين الناس اللي كيبغيو ما عرفتش انا كيبغيو يبينوا بانهم راه عندهم واحد الحرص ولا كذا وكيديروا الليغات ونعرج من الليغات يعني من القفازات الى الكمامات اللي هما لي ماسك. لي ماسك كل شيء كيعرف ولا حتى اللي ما يعرفش يفهم بانه كاينين جوج الانواع، كاين واحد النوع ما كيدخلش واحد النوع ما كيخرجش. اذا دوك الانواع اللي كتشوفوا العاديين اللي فيهم الخضر او بعض المرات الزرق هذاك النوع كيستعملوا طبيب الاسنان كيستعملوا الجراح كيستعملوا الممرض في العمليات ديال لي سوان ديالو ديال العلاجات. هذاك الكمامه دارت باش ما يخرجش هو ميكروبات من الفم ديالو ولا الانف ديالو للمريض باش ما يعاديش المريض. اذا هذاك الدار في الاول الاصل ديالو هو هذا. اذا شكون اللي غادي يديرو دابا؟ شي واحد اللي شاك في راسو مريض كيما بغى يكون الفيروس كورونا ولا غريب عاديه ولا كذا يدير كمامه باش ما يعاديش الاخرين. اذا هذاك الخضر او الشيبي كاين جوج الانواع. النوع الثاني اللي هو ما كي يخليش الفيروس يدخل، هذا خاص الناس ديال الصحه اللي كيتعاملوا مع
الحالات اللي مأكد عندها الفيروس عندهم حين كيكون عندهم تما حجر صحي وكيتعالجوا وكذا كيدوزوا واحد 14 يوم بين ما صافي ولات الحاله ديالهم دارت ويخرج. ثانيا هو اللي حالات اللي كان كيمشيو الناس يبحثوا على عندهم واحد الاحتكاك مع ناس عندهم الفيروس كنشوفوا كنراقبوهم وكنشوفوا نعبروا لهم الحراره وكذا باش كنشوفوا ياك متى هما تعادوا من هذاك الشخص الاول المريض. الثاني اللي هو الاف اف بي 2 فهذا هو النوع اللي خاص بهذا الحيتيه اللي هي الاطباء اللي عندهم احتكاك مباشر مع المرضى بالفيروس او الناس اللي غنبحثوا فيهم غنديروا لهم واحد الانفستيغاسيون واحد الاجراءات احترازيه ونسولوهم ماذا لا يكونوا مرض وتعادوا من المريض الاول. دكتور كنعرفوا ان الفيروس هذا يعني كيمشي للناس اللي ما عندهمش مناعه والناس يعني حسب ما عطيتنا الناس كبار في السن وكذا اشنو النصائح اللي كنشوفوا الناس الكبار في السن اغلبهم اللي كيخرجوا حنا عندنا للشارع اشنو النصيحه ديالك لهاد الناس هادو اللي تيخرجوا للشارع خصوصا كبار السن اللي معرضين يعني للفيروس اكثر من الناس اخرين؟ قبل ما نجاوبك على هذا السؤال مزيان اللي طرحتي هذا مزيان المسألة اللي باش نكملوا الوقاية هو الواحد اللي يشوف راسه بأنه عنده واحد النزلة ولا شك في راسه ولا بلا ما يشك في راسه غير بغى يعطس ولا يكحل من الأفضل أنه يكحل في المرفق دياله في الكوب دياله ما يديرش في يديه لانه يديه او ثاني غادي يوصلها لهذا وما يحاول ما امكن انه ما يسعلش او ما يكحبش ولا يعطس في وجه الاخرين اذا يبعد يحاول ما امكن انه يبعد ولا يدير الكم ديالو على اساس انه حتى الحوايج ديالو من بعد انه يبدلهم ويدير. بالنسبه للناس اللي عندهم مناعه قليله وهذا هو التخوف اللي كنخافوا بزاف منه انهم عندهم امراض مزمنه ولا كبار في السن اللي عندهم مناعه هابطه هادو كيخصنا حنا نفكروا فيهم. فكيفاش غنفكروا فيهم؟ هاد المسائل اللي قلنا كامله اللي هي غسل اليدين باستمرار اللي هي العطس نعطس في المرفق ديالي اللي هي ما نسلمش عليه ما نبوسوش ما نعمقوش ما هذا. ومن الافضل كاع حنايا كاع حتى ديك الزياره الا كان ممكن انا نتفاداها ماشي نقول راني غادي نمشي نزور الوالد ولا جدي ولا كذا قد تسيء له اكثر مما ستسعده هذيك الزياره. فبالتالي كل الا كان من غير الضروره بطبيعه الحال اللي خصو يتقدى لي شي حاجه ولا كذا هذاك شكل اخر. النقطه الاخرى هي اللي مهمه اللي هي انه هذا تكلمت قبيله على التهوين والتهويل خصنا ما نهولوش الامر ياك نطمئنوا الناس. هذا وباء دازوا اوبئه كثيره قبل ودازت والحمد لله سيدي ربي كيعافينا هو اللي كيحفظنا وداك الشيء غير هو نلتزموا بهذا. قالوا لينا جلسوا في ديوركم نجلسوا في ديورنا ما تخرجوش الا للضروره ما نخرجوش الا للضروره ما تسلموش ما نسلموش بعد على الاقل انا يا ما نكونش السبب ديال انه واحد وماشي واللي مأكد هو انه ما غيكونش واحد. الى عاديتي واحد كنتي مريض وعاديتي واحد عارف راسك راك عاديتي واحد العشرات هذا. وهذا الشيء اللي شفنا دابا في المغرب يعني ملي مرينا للمرحله الثانيه هي ولينا كنشوفوا حالات اللي تعادات من الناس اللي جاوا من برا. في الاول كنا جا هذا من اوروبا هذا المهم اغلبيه جاوا من اوروبا هذوك الحالات الاولين من بعد ولات يعني حالات محليه تعادى من واحد جا من برا ولا هو مريض. فبالتالي نحترسوا بزاف الحمد لله سميتو هذه النقطه هي ما نفقدوش الثقه. قد نختلف قد زعما عندنا اراء ديالنا خاصه ولا كذا ولكن دابا نتجندوا كاملين وسميتو كاينه وزاره مكلفه كاين امن صحي كاين هذا كلنا نتجندوا. انا الا قال لي جلس نجلس
قال لي اجي بغيتك في هذه الخدمه في هذا العمل اجي في هذا العمل اجي في هذا الاجراء. المهم انا كنتكلم على راسي من موقع ديال رجل صحه رجل عام ديال الناس ديال العامه قالوا لينا ما تخرجوش الا للضروره صيدليه طبيب تقضيه التزم بهاد الاجراءات لانها غادي تحميني انا اولا هذه هي الاولى ثانيا اتحمي الناس اخرين اذا كان احتمال لا قدر الله نكون انا مريض. فبالتالي هاد خصنا نكونوا هذا هذه المساله هذه النقطه هذه ناكد عليها بزاف. والثانيه هي انه قد ما كنعطلوا هذا الحجر الصحي اللي فرضته الدوله انه كل شيء يدخل داره يسد عليه هذا كنعطلوا هذيك الفتره اللي خاصنا نتسناو باش نقولوا بانه الحالات غتنزل. وانتم سمعتوا مؤخرا بانه كانت مؤاخذه ديال خبراء صينيين على الاجراءات ديال ايطاليا. الناس ما خداوش داكشي بالحزم وبالجرأة اللي خصها تخاد به. فبالتالي باقي كيشوفوا حالات ديال اصابات بين الناس. دكتور واحد المساله اللي متعلقه بمو نفسي هاد المغاربه مجموعه من الناس النفسانيين ولاو شخصيا كيعيشوا واحد الحاله من الخوف الهلع ولا كيرد البال اكثر من القياس ولا كنشوفوا نفسانيا ولات واحد الازمه نفسيه عند بعض الناس وخصوصا يعني الوليدات الصغار اللي كيلبسوا في الدار اللي ما كيخرجوش ما كيخلوش وليهم يخرجوا ولا الناس يعني عموما اللي هما كيكونوا يعني اليوم عندنا ازمه نفسيه يعني نتمنوا انها تزول مع المرض. شنو النصائح لكم دكتور العموم الناس كيفاش يتعاملوا نفسانيا مع ملعب ديالهم مع رؤوسهم اللي تيخرجوا الزنقه ومع عموم الناس؟ هو في الغالب الى التزمنا بالاجراءات المتبعه واللي كل شيء كياكد عليها الناس العاديين الناس ديال الصحه والناس ديال الامن الناس ديال العلماء وكل شيء كاع الناس اللي كيفهموا في هذا الامر هذا الى التزمنا بهذاك الامور ما عندنا حتى اشكال ما نخافوا من حتى حاجه نهائيا. كيبقى انه ملي كنفرط كيقدر يكون يوقع لنا نطيحوا في المحظور. هنا ناكد على واحد النقطه هو واحد الجانب في الجانب النفسي هو انه هذا الامر هذا علاش الناس دابا واحد العدد ديال الناس كيحسب ليه بانه هذا الشيء ما كيوقعش ليه هو سان غيف كوزوتر يعني ما كيوقع الا الاخر هذا خطا 100%. راه هنا كاين واحد كنسميوهم حلقات وهذيك الحلقه انت تقدر تدور الدور وترجع عندك ولا ترجع عند العائله ديالك ولا عند الاحباب ديالك ولا الجيران ولا سميتو. فبالتالي ما نستهنوش بهذا الامر هذا. لا انا باقي صغير ما يقدرش يطرى لي هذا الشيء هذا المحضر الثاني كاين الحالات اللي فيها صغار السن وتصابوا ودخلوا الانعاش وكذا وكاين منهم اللي توفوا. فبالتالي ممكن نقولوا بانه كبار السن اكبر فئه معرضه ولكن ما كيستثنيش الاخرين نهائيا. هذه الاولى. ثاني حاجه هو انه هذوك صغار السن فين الخطوره ديالهم لنفرض جدلا انهم هما محميين عندهم مناعه. المشكل اللي غيوقع لهم اللي غيوقع هو انهم غادي ينشروا الفيروس. علاش حنا دخلنا الدراري من المدرسه ندخلوهم من الزنقه ندخلوهم من الالعاب ومن هذا ومن السفريات يدخلوا لديورهم باش ما ياخذوش الفيروس وينشروه لناس اخرين. فبالتالي هذه النقطه هذه مهمه. ثاني حاجه هذيك اللي قلت نعاود ناكد عليها لانها مهمه بزاف. الا دخلنا كلنا علاش جبت المثال ديال ايطاليا وما كملتوش هو ملي ندخلوا كاملين يخرج واحد من الاسره يمشي يتقضى ويتقضى يحاول ما امكن يتقضى كل شيء موجود وكل شيء موفر ما كاينش مشكل يتوفى ديال ثلاث ايام ديال الايام ديال الاسبوع اللي مولف يدير ومن الافضل ويدخل داره يسد عليه. الى دخلنا كاملين من ذاك الوقت عاد باش نقدروا نحسبوا واحد 14 يوم واحد زايدة ناقص. ولكن ما حد باقي كنلقاو فاش تكلمتي على الكبار السن
باقي كنلقاوهم في الزنقه ومجمعين وكذا وما مسوقينش. اذا كاين شي مشكل تمايا، مشكل يا اما ديال التواصل، الناس ما كيفهموش ولا ما كيوصلهمش الامر كيفاش خصو يوصل، يا اما اعناد وركوبيه بالراس وكذا. فبالتالي هذا الامر هذا خصنا نحتاطوا منه ونديروا لهذا. فبالتالي كنأكد ونزيد نأكد على انه الى حرصنا شخصيا انا نبدا براسي ونبدا بالاسره ديالي ونوعي اللي قراب ليا والفاده والوسائل المتاحه دابا، ولات رساله كتقدر توصلها الالاف، نوعي الناس اخرين بانه يديروا احتياطات ديالهم. وهذا الشيء ماشي غريب، ما نطلبش شي حاجه زعما مستحيله. واش هي تغسل يديك بالصابون؟ ما تقول ليش من صابون، اي صابون سيتي اللي كان ديال الحجره ديال الريحه ديال هذا اللي كان، ما عندناش مشكل. ادرو الكوليك، ما قلناش لك دير ادرو الكوليك اسيدي، دير غير صابون الحجره. قلنا لك عطس في المرفق ديالك، عطس في المرفق ديالك. قلنا لك عطي، وهذا مثل مغربي دابا خص يبان الاهميه ديالو، عطيني شبر ديال التيساع، نعطي شبر ديال التيساع. مشيت نتقضى شبر التيساع، مشيت العمل ديالي شبر ديال التيساع، وغادي نحمي راسي ونحمي الاخرين. دكتور، شنو مجموعه من الناس كيديروا من الوصفات الطبيعيه على موقع التواصل الاجتماعي كيقول لك انتوما كتلقى الكورونا، البصله كتلقى الكورونا، الحلبه كيقول لك خصك دير الكاليبتوس وتدو كمعقم وتبخر الدار. شنو مجموعه من الناس كيديروا مجموعه من الزعتر؟ اش نقدر تقول لنا على هذه القضيه؟ واش بغيت نقول قبل ما نرجع للامور ديالنا حنايا ديال المغاربه، نشوفوا على الصعيد العالمي. كورونا فيروس ولا سارس كوف 2 لحد الان مازال ما عندوش دواء، مازال ما عندوش لقاح، يعني فاكسان. الناس اللي كيعالجوا بهذا بحال اللي قلنا، غير كنحاولوا نديروا شي هذا. كل دوله كدير على ديالها، يعني واحد المجموعه ديال الادويه ضد الفيروسات القديمه، كيحاولوا يجمعوا بيناتهم وكذا. وكاين واحد نقاش كبير حول الادويه، وفي راسكم واحد الدواء اللي دابا راه غير مهم. كل مره كيلوح شي واحد شي كلام كيقولوا راه سميتو الناس مشاو كيشريوه من الصيدليات، غير باش نقول بانه ما كاينش اجماع على واحد الدواء معين. اذا هذا باش نقولوا الناس يعرفوا بانه ما كاينش هذا الامر هذا. فبالتالي لا داعي لذاك الهلع وديك بين قوسين اللهطه على الدواء من الصيدليات وكذا. نرجع للنقطه الثانيه، وهي شنو هو الفيروس، فين انت كيكون كيتمكن بزاف من الانسان، هو ملي تكون المناعه هابطه. اذا حنا باش المناعه ما تهبطش، خص الانسان يكون متابع واحد النظام في حياته كامل. اذا النوم الكافي، الاكل الصحي، نركز على بزاف على الخضروات بشتى الانواع ديالها، الخضروات والفواكه الجافه، وخلاص الامور اخرى. هذه متفق عليها زعما عالميا. نجيو الامور اللي فيها شي كيقول لك لا انا يا راه انتوما اللي كدير، شي يقول لك الحلبه شي كذا سميتو. حنايا لا، حنا هذا الشيء كامل حنا ماشي ضده، غير هو كيفيه الاستعمال ديالو او الاكثار منه قد يؤدي لعواقب عكسيه مضاده. يعني فبالتالي انا ما الى الواحد عزيز عليه الثومه ياكل الثومه يكثر منها بواحد القياس اللي كيولفها الجسد ديالو ماشي مشكل. الحلبه كذلك، الاعشاب نقولوا الطبيه، الزعتر كذا هادشي كله مزيان، لا في كورونا ولا غير كورونا. يعني مزيان انه كيدير هذا، غير سوء الاستعمال ديالو او كثره الاستعمال ديالو. مثلا كاين اللي كيطبخ العشوب كاملين ما خصهمش يطبخوا، العشوب كلهم كنديروا لهم التنقيع، لانفيزيون ولا سميتو تيزان. دونك حنا كنطيبوا الماء ونطلقوا فيهم واحد
العشبه تلقى واحد المده باش كنستعملها بين قوسين. يعني في التالي سوء استعمال كنأكد عليه او كثرة الاستعمال قد يؤدي الى نتائج عكسيه. وما كاينش ما يقول لي حتى شي واحد لا انا راه اكتشفت دواء كورونا ولا هذا، كنظن انه اللي غيلقى دابا دواء كورونا راه خصو جائزه نوبل في الطب. كان واحد الشاب دكتور المقطع هذيك، هذا الشاب كيقول لك بان عندي على الشباك كدوي الفيروس ديال كورونا. لا دابا هنا فين هنا فين كنقولوا بانه الامور حنايا ماشي ضد الطب الشعبي، وانما خصنا واحد الامر اللي هو مبني امور مبنيه على العلم. الطب مبني على العلم، ابحاث وكذا وسميتو على علاش دابا خلى انه كنسمعوا شي لقطات راه لقاو اللقاح هنا ولا الدواء هنا ولا كذا، حيت ما عندوش الحق ان يقول هذا مؤكد حتى يدوز بعده مراحل، وهذيك المراحل كنظن انها خاصه شهور وشهور. فبالتالي ما يمكنش اي واحد خصو يتجرب في المختبر ويتجرب على بعض المرات في الحيوانات عاده باش يدوز الانسان، وداك الانسان تسمى واحد المده باش ما نشوفوش نتائج سميتو عكسيه ولا هذا، عاده باش يقدر يقول الانسان ولا داك اللي لقى راني لقيت شي حاجه اخرى عامه. كما كنت نتكلم على مثلا المناعه ما عنديش مشكل، قلت للتغذيه المتوازنه، الرياضه دابا لازمو البيوت ديالنا نديرو شويه الرياضه، شرب الماء الكثير ومن الاحسن يكون دافي لان هذا، وتجنب ضربات الشمس وسميتو ضربات نزلات البرد، يعني نقص الحوايج ولا خصوصا انه الجو في هذه الايامات شويه هذا الكورونبير، يعني داك التيار الهوائي داخل البيت وكذا، هذا الشيء كله خصني نديرو باش ما نتعاداش انت بالنزله العاديه، باش ما ندخلش في واحد الموقع ديال الشبهه. اذا فبالتالي هذا نظام حياه، رياضه، نوم كافي، تغذيه صحيه، والابتعاد عن سميتو التوتر على ستريس. ستريس ما كيجيش عندنا، حنا اللي كنمشيو عنده. اذا كل شيء كيدوز هنايا كنت ستريس، هذه الاخبار هذه تقدر تستريسيني. فبالتالي حنايا ملي نتكلم مع الناس وكذا نبسط الامور، نطلب منك حوايج بسيطه، ياك عطس هنا اغسل يديك بعد على الناس كذا. اذا ما كاينش علاش نتوتر انايا، الا درت هذا الشيء انا نضمن لك 90 99 فصيله كذا بانك ما غتصابش المرض. فبالتالي اللي بقى هو انهم الاطمئنان، وهذا الاطمئنان هو نحاول ما امكن نكون انايا نصحح المغالطات ديال الناس، نوعى ونصحح المغالطات ديال الناس، ونوقفوا ديك السلسله ديال الاخبار الزائفه المطبقه والخارجه عن الاجماع. يعني ملي تكلم وزاره الصحه قالت لي كذا راه كذا، فهمتي؟ راه عارفين حنا بانه عندها الوسائل ديال الاحصائيه والمخبريه والعلاجيه وكذا اللي غتعطينا في هذاك العدد. فبالتالي حنا نقولوا هذا العدد هو اللي كاين. هذاك العدد اللي كاين ما كيعنيش انه راه حنايا راه امنين ولا كذا، راه كيعني بانه راه العدوى كاينه وراه كدور وكذا. فبالتالي نظم البيت ديالي، وهاد الاجراءات هادي خاصها في واحد الاجراءات ديال الحجر ديال الصحي ديال الناس وكذا، وتكون اجراءات صارمه في هاد الباب هذا، ونتعاونوا فيما بيناتنا لا دوله ولا مواطنين باش ندوزوا هاد الفتره. لهاد الفتره هذه كنقول بانها تكون تاريخيه. هذه كما خلا واحد قال لك غنلقى ما نقول الوليدات ولادي، غنقول نلقى راه دوزنا واحد الفتره كذا كذا وكورونا عام كورونا وكذا، ولكن الى تضافرت الجهود ما نبغيوش نكونوا
نموذج ديال دول اوروبيه اللي متقدمه وعندهم نسبه الوفيات زعما انتم كتشوفوا تسجيلات لا صوتيه ولا مرئيه، الناس كيبكيو، اطباء كيبكيو، ممرضين كيبكيو، الشعب كيبكي، السياسيين كيبكيو، يعني لانه وصلت لواحد الدرجه زعما خطيره. فاحنا الله يجزيكم بخير، احنا خطاب ديالنا هو خطاب ديال الطمأنه وديال ديال التهدئه وديال هذا مع الانضباط. الانضباط راه ماشي عيب انه قال لي دخل دارك ندخل داري ونجلس ونسد عليا، راه في مصلحتي انايا ومصلحه الاسره ديالي ومصلحه العامه. وشكرا. دكتور في الاخير بغينا منك كلمه اخيره للجنود الخفاء اللي كيشتغلوا في مجال الطب، شنو تقدر تقول لهم؟ اش تقدر تقول لنا على المعاناه ديالهم وعلى شنو يعني الظروف اللي كيشتغلوا فيها الاطباء في المستشفيات حاليا في المغرب؟ واش نقول لك، هو في الحقيقه تحيه خاصه للجميع العاملين كما بغى يكونوا. ملي كنتكلم انا على الامن، دابا لان هو واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، من اصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الناس اللي كيسهروا على الأمن، الأمن سيكوريتي، الأمن نقولوا حنايا ديال تكون آمن، يعني هذا. ثانيا الأمن الصحي، ثالثا الأمن الغذائي، راه إلا عندك غير هاد الحوايج هادو راه راك في هذا. والناس اللي خدامين في هاد الميادين هادو تحية لهم. طبيعة الحال كل شيء كيدير جهده وكل شيء كيدير، غير حنايا كناس ديال، نتكلم دابا على الناس ديال الصحة الله يجازيهم بخير، كاينين الناس اللي كيوعيو والناس اللي كيديروا تسجيلات، اللي كيديروا الملصقات، كيديروا توعية في وسائل الإعلام كذا، كنحييهم بشكل كبير ونقول لهم بأن هذا الشيء راه ما كافيش، راه كنطلب من الجميع انه يتجنب ما يكتمش، يبلغ واخا غير كلمه جوج كذا، لانه انا يدك اللي غادي يسمعوا مثلا اخبارنا، ماشي هما اللي غادي يسمعوا مثلا اذاعه فلان فلانيه ولا موقع فلان فلاني ولا كذا. مزيان اننا نكثروا ونديروا من جهدنا بواحد الشكل كبير باش نوعيو المغاربه، لان دابا حنايا ولينا نتكلموا على اننا اسره واحده. كيقولوا الناس ديال الصحه وكياكدوا عليها، ياك ما نقصحوش راسنا ونديروا واحد اللي ياك هذا باش الامور تدوز ان شاء الله، سميتو تدوز بخير وهذا، ندخلوا لديورنا ياك. راه الناس ديال اللي مرابط في كل مكان ديالو راه كيدير خدمته، مطالب رجل الصحة أنه يعالج، أنه نقولوا حنا يطبطب من الجانب النفسي، الجانب هذا كل شيء متوفر، كاين الهواتف، كاين هذا، اللي يحس براسو يهز هاتف يتصل بأي رجل صحة دابا، لا في القطاع الخاص ولا القطاع العام ولا القطاع، أي قطاع، كلهم راه مجندين باش يخدموا هاد الحد من هذا الانتشار هذه الجائحه. كنظن في الحقيقه يكون عندنا يقين ان هذا الشيء كله غيدوز ياك، وان شاء الله بالدعاء وبالخدمه وبكل شيء، ونسمعوا من بعضياتنا، راه كل شيء غيدوز باقل خسائر ان شاء الله، باقل خسائر، قل مما تتصوروا. يعني راه بلدان اخرى كتعاني وكذا، واخا مطوره وداك الشيء راه كتعاني، ولكن حنايا في هذا البلد الحبيب ان شاء الله غادي يكون كل شيء، غيكون هذا حوايج اخرى ماشي الوقت ديالها نتكلموا فيها من بعد ياك، عدد الاسره وكذا واش كافيين ولا ما كافيين، شو هذا دابا ماشي وقت داك الشيء. دركنا الوقت دابا، راه حتى الدول الاوروبيه راه ما عندهاش راه سميتو، فبالتالي دابا نتجندوا بلي مويان ديالنا باش نحاولوا ما امكن اننا ما نوصلوش لذاك العدد الاسره اللي فيه
فيه كلام كثير زعما فيه تضارب الاراء. حنا ما كيهمناش واش عندنا كذا ولا كذا ولا كذا, اللي كيهمنا هو انه كاين واحد العدد اللي غادي يفيد الغرض, ولكن الاهم في هادشي كله هو الوقايه. هو الواحد اللي مهم الواحد يدير احتياط ديالو, وفي حاله ما الى حس بشي حاجه هادشي حاجه هي اللي نفصلوا فيها شويه, هي حراره زائد سعال كحه زائد عطاس الم في الصدر ضيق في التنفس, وحس بان راسو انه مثلا اللي مأكد هو انه عنده احتكاك, كان عنده احتكاك مع شي شخص عنده جا من برا وعنده الفيروس اصلا. هذا احتمال كبير. شك في راسه كاين واحد جوج هواتف 141 والو اليقظه الوبائيه يتصل بهم, كاين اطباء اختصاصيين اللي غادي يجاوبوه على الاجراءات اللي خصو يتبع باش يعرف راسو. هذا سميتو النقطه المهمه بزاف. الله يجازيكم بخير, وهذا سؤال لنا مهم. شحال واحد كيتصل ويقول لك انا ضربني راسي, انا في سخانك وحبت انا كذا, اللي فيه هذا الشيء يتصل بهاد الارقام وما يمشيش. الله يجازيكم بخير, ما يمشيش للسبيطار, ما يمشيش للمستشفى, ما يمشيش للمركز الصحي, ما يمشيش للمصحه, ما يمشيش. يتصل ولا جاوبوه, المهم حيت كيكون ضغط على هذا جاوبوه مزيان, ما كانش يبقى يحاول تجاوبوه, ولا ياخذ واحد مهدئ باراسيتامول, ما ياخذش مضاد التهاب, ما ياخذش الادويه اللي كتكون من الاسبرين او الكورتيكويد, هادو ما ياخذهمش نهائيا. ياخذ باراسيتامول العائله ديال الباراسيتامول ويبقى يتصل حتى يجاوبوه يقولوا ليه راه هذا, ويجلس في الدار ديالو واخا كيعطس هذا يدير الكمامه اللي قلنا الخضراء باش ما يعاديش القراب ديالو. ومن الاحسن هنا ملي جبنا القراب ديالو هو انه حتى في الدار ما يبقاش كثرت داك العناق وكثرت البوسان والاستسلام وكذا واليدين وكذا, نحاول نقللو ما امكن ونعلمو وليداتنا والأسرة ديالنا والدينا وكذا أنهم يغسلوا بالصابون أكثر. والله يعافي الجميع ونسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي, وما تنسوش ديروا جيم.